عشان الناس تعرف بس ان المصريين بيشرفوا في كل مكان وان خبراتنا في صناعه الدواجن منتشره في الوطن العربي. الحمد لله. المهندس محمد بركات، حضرتك مدير مشروع الامهات في شركه الاتحاد بالعراق. تمام. ده اكبر مشروع دواجن في الشرق الاوسط بالكامل، حجم الاسمار 2 مليار دولار. صح ولا لا؟ ده حقيقي. احنا عندنا المشروع على مساحه 650 كيلو متر مربع، بخلاف مساحه الجدود. نمتلك الجدود خاصة بالشركة، عندنا مزارع أمهات. ده سلالة إيه بقى؟ سلالة روس 308. عندنا 36 مزرعة أمهات، طاقة كم أم؟ 2,700,000 أم. ما شاء الله. مخطط إن شاء الله إن إحنا نعدي 230 مليون بيضة سنويا. عندنا طاقة إنشائية 60 محطة تسمين، حوالي 30 مليون طائر في الدورة الواحدة، في 5.5 إلى 6 دورات في السنة. عندنا حوالي من 5 إلى 6 مليار بيضة مائدة سلالة لومن. عندنا مجزر، مجموعة مجازر بتذبح يوميا 850,000 طائر يوميا.